أهلا. أعتقد إن كان لازم تقولي مين هم ضيوفك قبل ما تجيبني ليهم. ما كنتش هتيجي لو عرفت إن إحنا موجودين هنا. أنت عارف يا داليا، مراد الله يرحمه كان بالنسبة لي كنا إخوات، وولاده دول زي ولادي بالظبط. طبعاً أنا عارفة قد إيه المرحوم كان قريب منك، عشان كده شهدك على عقد جوازنا وقال لك على حاجة ما قالهاش لحد. ازيك يا هاني؟ أهلاً دل. سامح، عرفتك من الصور. أنت مش جاية هنا عشان تتكلمي، أنت جاية علشان تسمعي وبس. سامح وهاني عايزين يتفقوا معاكي على حل مرضي، إنك ترجعي لهم الشركة وتاخدي مبلغ مناسب. والحقيقة أنا شايف إن ده فير قوي وحل مناسب للطرفين، وممكن يتم بهدوء كده وبدون أي مشاكل، وأنا أضمن لك نزاهة الصفقة. أنت طبعاً عارفة ليه مراد كتب لك الشركة بدون دخول في التفاصيل يا دانيا. المنطق بيقول إنك لازم ترجع لهم الشركة. هو وجهة نظر حضرتك ممكن تكون صح وممكن تكون غلط. يعني يعني الشركة دي بتاعتي بالقانون، وكل الناس بقت عارفة كده اوريدي. هو انت بتستعبطي؟ نعم. انت فاهمة شركة زي دي راس مالها كام؟ صبا زي دي يا دانيا ما ينفعش تاخديها عشان قضيتي ليلة مع بابا الله يرحمه. هي مش ليلة واحدة على فكرة، ده كان جوزي. وبعدين هو اتنازل عن الشركة بمزاجه، محدش ضربه على ايده. تمن الوقت اللي قضيتيه مع بابا هتاخديه، ما تقلقيش. واحدة زيك تستاهل كذا ألف جنيه. بس أنا هديكي 10 مليون وتتنازلي عن الشركة. وإلا أقسم برحمة بابا. وإلا إيه بقى؟ ده بيهددني يا معالي الوزير. مفيش تهديد ولا حاجة، اسكت يا سامح. أنا عارف أنت بتلف وبتدوري على إيه، بس المبلغ اللي أنا قلته مش هيزيد ولا مليم. اسمعي يا ست أنت. اسمع أنت. أنا شرعاً ليا فرصة أبوك التمن. والتمن ده بقى بره الشركة يسوى 2 مليار. بس أنا عشان ست محترمة ومتربية وبنت ناس مش هعمل كده. أنا هعمل درينك لنفسي. أحتفظ بس بالفيلا عشان ذكرياتي اللي فيها كانت حلوة قوي مع بابي. يبقى هقتلك. هقتلك، تمن اللي أنت بتقوليه ده موتك. ورحمة بابا هقتلك. سجل التهديد ده عندك يا معالي الوزير بما انك راجل قانون وواحد من اهم موظفين الدولة. طبعا انت في حمايتي يا داليا طول ما انت هنا في بيتي. مفهوم. انا متشكرة قوي يا معالي الوزير. المقابلة انتهت. باي باي. هو انت طول ما انت قاعد عايز حاجه كده؟ خضيتني في ايه؟ انا قاعده مستنيه الباشا. طيب نستعجل الباشا. اخاف واكش من دلوش. ما بدي حلوه. الله، حاجه جميله. عارفه لو ما كنتيش جيتي أنا كنت بعت اللي يجيبك من المكان اللي أنت فيه. لا مؤاخذة يعني قاعدة على كرسي. لا ما يهمكيش يا عمر. وأنت يعني تعرف مكاني منين؟ الشقة الإيجار اللي في مدينة نصر، مع إنكوا أساساً من بولاق، بس جوزك تاجر مخدرات وراشد ده محكوم عليه بالإعدام. إيه بس بس بس، تعرف ده كله منين؟ هو أنت بتشتغل إيه بالظبط؟ تكونش بتشتغل في الداخلية؟ لا لا لا، السؤال ده ناس قليلة قوي اللي في البلد اللي يعرفوا إجابته. عارفة ليه؟ ليه؟ أصل أنا شغلتي سر. سر؟ طب والنبي أنا بحب أعرف السر، قولي. بس كده راشد يقلق علي. ليه؟ هو مش هو اللي بعتك برضه ولا؟ لا يا أخويا فاشر، إزاي يعني يبعت؟ طب بالك لو عارف ان انا هنا انا وانت لا يكسر عظمي دي حتت حتت. قطع ايديه. اسم الله عليك. امر. شكرا. الله يخليك.
رد عليك ولا لسه؟ مغلق برضه. شبكة تلاقيها في المترو. مترو ايه بس انت رخر. هلا يا مصر انت قلقان عليها قوي كده ليه؟ قلقان عليها ايه؟ ده انا قلقان منها. دي فين دي تودي المرستاية؟ طب انت رايح شاي ولا ايه؟ لا مش عايز. طيب قوم روح. طب انا كنت عايز اراجع معاك حسابات الاسبوع اللي فات. لا فيا دماغ لا اي حسابات بعدين يلا. اوامر. ليلتك كويسة. ليلتك فل. الله يخرب بيتك يا فتون. فين يا فتون؟ وقفت تليفونك ليه؟ مالكش فيه، كنت مطرح ما كنت. هو انت فاكر اني على ذمتك ولا ايه؟ كنت فين يا فتون؟ كنت في اللي في دماغك عند الباشا. هتفضلي طول عمرك واطية. طب ما انت اول ما عرفتني عليه كنت عارف ان ده هيحصل. ايه اللي انت بتقوليه ده؟ الحق الحق يا حبيبي. النبي ما تخاف، أنا قلت للباشا إنك أول ما تعرف إني رحت له هتموتني من الدار عشان يعني تفضل راجل في عين وشنبك ما يتأثرش. عارف الفرق بيني وبينك إيه؟ إني جاي عدل مع نفسي، لكن أنت عمال تحور. خافش يا أخويا، عايز تعمل الشريف العفيف اللي بيحافظ على شرف ابن عمه وبيدور على مراته اللي بيحبها. اعمل اللي انت عايز تعمله بس ما تعملهمش عليا. لا يا فتون، انا ما كنتش عايزك تروحي له من الاول، وانا مش وسخ قوي كده. وخلصت سامعاني؟ خلصت. ايوه كذاب، ليه صدق تكميله غور غوره تاخدك.